واحد بيقول لماذا يتأخر الله دائما في تلبية احتياجاتي؟ لماذا يأتي دائما في الهزيع الرابع؟ لما يأتي في الهزيع الرابع احسن ما يجيش خالص، يعني اشكر ربنا انه هيجيلك. ربنا لا يتأخر، انما ربنا يعمل كل عمل في الوقت المناسب ليه. احنا بالنسبة لنا بنعتبره تأخير، لكن بالنسبة لربنا يعتبر اختيار الوقت المناسب. ده حتى داود النبي يقول له اسرع ولا تبطئ، برضه ربنا بيعمل كل حاجة في الوقت المناسب اللي هو اصلح وقت ليه. بيتهيأ لك انت اللي هو اتأخر، لكن دايما ربنا يعمل لك كل حاجة في وقتها كويس.